هناك في التصريح الأخير يقول أنهم سيتجهون إلى تقويض حركة حماس ويضعون خطوات جديدة لتقويض حركة حماس في قطاع غزة. برأيك هل سيكون هناك خطوات أكثر صعوبة من السابقة؟ تقديري لن يكون ولا يمكن أن يكون أكثر مما مر على أهلنا 2 مليون في قطاع غزة. لن يمر. الآن هنالك أموال تأتي من قطر للرواتب. الآن الإسرائيليون يسهلون دخول هذه الأموال خشية من انفجار الوضع في قطاع غزة. الكهرباء تأتينا الآن ساعات طويلة أفضل من السابق. الأمور تغيرت وتحسنت. هذه الإجراءات العقابية التي تحدث عنها عزام الأحمد إجراءات واهية. طبقة سيف العدل. من استطاع أن يثبت في وجه الدبابة الإسرائيلية والطائرة الإسرائيلية والصاروخ الإسرائيلي لن يرتعب من عقوبات عزام الأحمد. بالمناسبة إسماعيل هنية تلقى اليوم دعوة لزيارة موسكو مسؤول حركة حماس. زياد النخالة مسؤول حركة الجهاد تلقى دعوة لزيارة القاهرة. السيد محمود عباس تلقى دعوة للمشاركة في قداس منتصف الليل للطوائف الشرقية. يعني برأيك هل ستكون موسكو هي الموجه أو الذي ستقوم بعمل يعني المصالحة الفلسطينية بعد دور المصري؟ يعني طالما وجهت دعوة للسيد إسماعيل هنية، إذن أولا موسكو أو الإطار الدولي يدرك أهمية حماس ودورها في القضية الفلسطينية، وتأتي هذه الدعوة عشية تقدم نيكيهيلي مندوبة الأمم المتحدة بقرار لإدانة حركة حماس ووصفها بالإرهاب والعدوان على الإسرائيليين. فأن تأتي هذه الدعوة كأنها تقول للأمم المتحدة لأمريكا حماس شريك فاعل في تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة، ثم أن تقوم موسكو بدور ما مؤثر وفاعل لتحقيق المصالحة قد يكون لها هذا الدور. لكن الأهم من دور موسكو هو عدم رغبة محمود عباس بإيجاد أي شريك في القرار السياسي الفلسطيني. ولكن مصر مصممة ومصرة على أن تكون هي الممسكة بزمام المصالحة الفلسطينية. ما هو تعليقك سيد فايز؟ يعني مصر بحكم موقعها الجغرافي وبحكم أمن المصري بحكم التاريخ المصري وعلاقته بالقضية الفلسطينية بحكم اللغة والدين والعادات والمعتقد والمصالح المشتركة، مصر معنية ومهتمة بالملف الفلسطيني. يهمها ذلك كثيرا. يهمها الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وهي تعرف أن انفجار قطاع غزة إذا تحقق بالاتجاه الإسرائيلي لا يمنع أن يتحقق بالاتجاه المصري. لذلك تحاول مصر أن تظل ممسكة ومؤثرة في هذا الملف الهام جدا للأمن القومي المصري، والذي يسمح لمصر بأن تدخل إلى واجهة الأحداث في المنطقة من خلال البوابة الفلسطينية. ولكن ألم تأخذ مصر على عاتقها الإعلان عن المسؤول عن إعاقة وإفشال المصالحة؟ برأيك لماذا تحاول مصر إمساك العصا من المنتصف؟ يعني حتى هذه اللحظة يبدو أن مصر حاولت أن تضغط على محمود عباس. توجه رئيس المخابرات المصرية إلى هنالك، تم استدعاء محمود عباس إلى القاهرة، لكن يبدو أن مصر لا تريد أن تقطع كل الخيوط. تتعامل بدبلوماسية وتتعامل بحذر، وهي تعرف أن الذي يعيق المصالحة ويرفض تطبيق الورقة المصرية التي عدلت لأكثر من مرة هو السيد محمود عباس، وتعرف مصالح وأهداف محمود عباس. ومصر تدرك أن تحقيق المصالحة، عقد الإطار القيادي، قيام حكومة وحدة وطنية، بدء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تنتهي بذلك سلطة محمود عباس. يعني 6 أشهر من بدء حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات ينتهي محمود عباس، ومحمود عباس يدرك ذلك، ومن يحيط بمحمود عباس يدرك ذلك. لذلك يتهربون من المصالحة، ومصر تدرك هذه الحقيقة، لكن يبدو أن قدرتها على الضغط غير مجدية حتى هذه اللحظة. مصر ضغطت من خلال السماح للوقود المصري بأن يدخل إلى قطاع غزة. مصر ضغطت من خلال السماح للمواد التموينية المصرية ومواد البناء أن تدخل إلى قطاع غزة. مصر حاولت أن تضغط من خلال فتح المعبر يعني بشكل متواصل، وفي هذا الضغط على محمود عباس، لكن يبدو أن محمود عباس ما زال مصرا على موقعه. طيب دكتور فايز، نذهب إلى سلاح المقاومة. هل تعتقد أن سلاح المقاومة هو سبب في إفشال هذه المصالحة؟
سلاح المقاومة أكبر من إسرائيل. الذي يركب أجواء تل أبيب ويهدد مطار بن غوريون ويهدد مفاعل ديمونة ويهدد محطات الغاز ويهدد المصانع الإسرائيلية ويهدد مخازن النفط الإسرائيلية أكبر من أن يأتي على لسان بعض الموظفين لدى الإسرائيليين. سلاح المقاومة كبير تعمل له إسرائيل ألف حساب وتقر بأنه موجود وقائم، ولم تفكر ولم تطلب إسرائيل بتحت سلاح المقاومة. سلاح المقاومة ذريعة يتحجج بها الرافضين للمصالحة، نريد سلاحا شرعيا واحدا، وهم يعرفون أن جمع سلاح المقاومة ولم سلاح المقاومة والوصول لأنفاق المقاومة قد يحتاج من الجيش الإسرائيلي سنوات، فكيف بمن لا يمتلكون إلا بندقية قدمها لهم الجيش الإسرائيلي في رام الله كي يقتلوا بها المقاومين؟ بالتالي سلاح المقاومة أكبر أن يذكر. ثم هذه الذريعة تسليم سلاح المقاومة الهدف منها إفشال المصالحة، لأن الذي يطلب سلاح المقاومة يعرف أن كل التنظيمات الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني وكل الجماهير العربية والإسلامية ترفض أن يسلم سلاح المقاومة، فبالتالي هذا مطلب زائف باطل ضد المصالحة الوطنية.